بنسبح على حضراتكم، والنهارده بنبتدي معاكم يوم جديد الثلاث 4 اكتوبر 2011. بنبتدي معاكم يوم جديد، نهاركم سعيد، وبسبح على اشرف. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير رانيا. صباح تمام الحمد لله. صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والابتسامه والتفاؤل والحركات الحلوه كلها. النهارده 4/10 يومين، وبنحتفل بذكرى 6 اكتوبر طبعا. على فكره الجيش وعد ان هو هيعمل استعراضات، سماء مصر هتبقى فيها طيارات واستعراضات طيارات. كل الشعب المصري يبص لفوق ويبص على استعراضات الطيارات. انا طبعا الطيارات بقى تدريب مش طيارات تدريب، انا ما اعرفش، انما هيبقى في استعراض جميل طيارات من القوات الجويه احتفالا بانتصارات 6 اكتوبر. جميل. الحقيقه النهارده مواضيعنا هتكون مختلفه، ودايما زي ما بقول لحضراتكم مواضيعنا بتيجي من خلال الواقع اللي بنعيشه، مواضيعنا هي الاحداث اللي بتحصل، مواضيعنا هي كل المواضيع اللي بتطرحوا حضراتكم عليها تساؤلات وبتبقوا محتاجين اجابات، هي دي مواضيعنا اللي بنختارها دايما في فقراتنا في نهارك سعيد. هيكون معانا الحقيقه مواضيع مختلفه النهارده. هيكون معانا طبعا فقره الصحافه هتكون مع اشرف، هيكون كمان معانا النهارده دكتور ابراهيم عيسى، مستشار في البرنامج، مستشار فني للبرنامج النووي المصري بوزارة الكهرباء والطاقة، وده موضوع مهم جدا لأنه مصر حصلت على مقعد في مقعد دائم مظبوط للطاقة النووية، وكان في منافسة شرسة ما بين مصر وما بين ليبيا للحصول على هذا المقعد، وإيه أهمية المقعد ده ومدى خطورته وإزاي ممكن نستفيد منه، وتساؤلات كتير جدا هتطرح في الموضوع من ده. ضمن التساؤلات بعد إذنك يا رانيا. أيوة. تسألي الدكتور بعد إذنك أنه معلومة كده لمشاهدي نهارك سعيد، أنه الطاقة النووية أو المشروع النووي كان أيام الزعيم جمال عبد الناصر، هو نفس اليوم أو نفس الأسبوع اللي دخل المشروع النووي والكلام عن المشروع النووي لمصر، هو نفس اليوم أو الأسبوع اللي دخل فيه الهند. إحنا ليه تأخرنا بهذا الشكل؟ الهند على فكرة متقدمة نووية جدا، وا 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 وا. اسألي السؤال ده بعد إذنك. حاضر. من ضمن الفقرات، ما كنتش معايا في الفقرة بسأله أنت. من ضمن الفقرات المهمة جدا مشاهدي نهارك سعيد، مش عايزين نغمكم يعني على الصبح، لكن هي حقيقة. البنك المركزي طلع تقرير قال إن ديون مصر خارجيا وداخليا تريليون. يعني إيه تريليون؟ يعني 1,000 مليار 254.2 مليار جنيه. كارثة. ده مش بس كده كمان يا أشرف، بس كمان البنك المركزي أعلن أنه مصر بعد 6 شهور هتعلن إفلاسها، وأعتقد أن ده خبر كمان مهم جدا، خبر مؤلم جدا، وفي نفس الوقت هو منبه جدا أن احنا لازم نشتغل ولازم نعمل حاجات كتير قوي، ولازم نبعد عن حاجات كتير قوي ممكن تكون بتضيع وقتنا. عشان نبقى واضحين طبعا، المبلغ ده اللي هو 1,254.2 مليار جنيه، مش دي مثلا الديون اللي بعد الثورة أو دي سبب الثورة، لا، دي هي يعني متراقمة من سنين. أنا مش عارف إحنا إمتى هنسددها، إنما هنسأل الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي في هذا الموضوع ونفهم إيه حكاية الديون دي. كمان يا أشرف ما تنساش فقرتنا مع الكاتب الأستاذ صلاح عيسى، وطبعا هنتكلم معاه في موضوع مهم جدا وموضوع كل الشارع المصري بيتكلم عنه، وهو اجتماع المجلس العسكري ب 8 من أهم الأحزاب السياسية اللي موجودين على الساحة السياسية لمناقشة طلباتهم ومناقشة قوانين كتير زي قانون الغدر وقوانين الانتخابات والتعديل الدستوري، يعني مواضيع كتير جدا تمت في من خلال الاجتماع ده. الحقيقة كمان الاجتماع ده في ناس كتير جدا شافت ان هي معاه، في ناس تانية شافت ان هي ضده، يعني برضو هنطرح الموضوع وهنتكلم فيه بالتفاصيل. آخر فقرة هعرضها عليكم النهاردة اللي هو دكتور هشام عطية مدير المركز القومي للسموم والإكلينيكية والبيئية، هنتكلم عن مشاكل الأدوية، الناس كتير قوي بيجي لها تسمم بسبب الأدوية. نروح لفقرة الصحافة والصحفية أمينة خيري الصحفية في جريدة الحياة اللندنية، ونهاركم سعيد.